العام الماضي ميت 7 حقق نجاحات كبيرة جدا عندنا بالسوق، بحيث أصبح أنجح هاتف هواوي، والفضل للبطارية الكبيرة وحجمه الكبير. وهالسنة وخريفته وصل وهو الميت 8. الهاتف بحجم كبير 6 إنش، مع ذلك أبعاده أعتبرها ممتازة جدا لما نقارنها مثلا بال جي في 10 الفرق لا يذكر، أو بينه وبين الآيفون 6S بلس. بالتالي رغم كبر حجم الشاشة إلا أنه راح تلقاه مقبول جدا وغير مزعج لما تستخدمه. التصميم ألمنيوم بالكامل، وأعتقد بأعلى الهاتف وأسفله فيه شريطين من البلاستيك، وهذه لابد منها عشان الشبكات تتأثر من الألمنيوم عادة. أطراف الهاتف مصقولة بشكل جيد جدا، والشاشة الأمامية أطرافها منحنية مثل ميتس. خلفية الهاتف منحنية بشكل بسيط جدا، وكنت أتمنى أنه منحني أكثر عشان يصير أريح أكثر باليد، لكن أعتقد أن هواوي ما كان ودها يصير سميك كثير. البصمة بالخلف صارت دائرية، والكاميرا غيروا تصميمها وخلوها دائرية أيضا. وبالمناسبة البصمة رهيبة، لمسة سريعة وتقبل بصمتك، أداها جيد جدا ما عانيت منها، واستقبالها سريع، وكعادة هواوي بصمتها تشتغل حتى والشاشة مقفلة. طبعا الغريب هنا هو ان البصمة تدعم الحركات عليها بس ما اشتغلت معي، لكن اعتقد انها بالنسخة الخاصة بالشرق الاوسط النهائية المفروض تكون موجودة، لان هذه النسخة اللي معي صينية والواجهة فيها قليل من التغييرات. الشاشة تجي بدقة 1080 واللي يسميها البعض Full HD، لكنها ما تدعم تقنية Force Touch للأسف. شاشة ممتازة، الألوان رهيبة، أبدا ما فيها أي مشكلة، يعني أطمنك إذا صرت تشوف فيديوهات Tech Voice راح تستمتع. وعلى طاري الفيديوهات، السماعة موجودة بالأسفل وهي واحدة بس اللي تشتغل كسماعة مو الثنتين. كنت أتمنى فعلا أنها تكون قوية، لكن لاحظت أنها قوية لما تكون مكان هادئ، بس إذا كنت بمكان عام تصير متوسطة. الكاميرا الخلفية صارت 16 ميجا بيكسل وهي بارزة بشكل بسيط. المستشعر هو أحدث مستشعرات سوني وهذا ممتاز، عندك نفس الأوضاع اللي شفناها في P8 وMate S، بس الشغلة الجديدة وهي اللي عجبتني هنا Online Translation، وفكرتها انك توجه الكاميرا على اي نص وبيترجمها لك بشكل فوري، لكن للاسف ما تدعم اللغه العربيه، لهذا اتمنى ان النسخه الخاصه بالشرق الاوسط تدعم الترجمه للغه العربيه. اما بالنسبه لاداء الكاميرا، امامكم مجموعه من الصور اللي اخذتها باضاءات مختلفه، ما بين اضاءه متوسطه، ممتازه، وحتى ضعيفه. اعتقد شخصيا بان هذه افضل تجربه كاميرا قدمتها هواوي بهواتفها، حتى وان لم تكن الافضل لكنها مقبوله جدا، وانا بصراحه منبهر لاني ما كنت اتوقع اداء افضل من كذا. النظام الموجود هنا هو اندرويد 6.0 مارشميلو، وبواجهه ايموشن يو اي 4.0، وهذه احدث اصدار من واجهتهم، وهذا اول هاتف يحمل هذه الاصدار الجديده. ونعم لاحظت عده تحسينات بسيطه، مثلا غيرت شكل التطبيقات المفتوحه حاليا وصارت افضل من الاول. بنفس الوقت حسنت تصميم كيبوردها اخيرا، بالفعل اشوفه افضل من السابق، بالاضافه الى ان كيبورد جوجل منصب تلقائيا بالواجهه، يعني صار عندك الخيار تقدر تختار الشيء اللي يريحك ويعجبك. ونعم اذا كنت بتستفسر عن الايموجيز فايموجيز جوجل موجوده هنا ايضا. القائمه العلويه اعطوك شويه حريه تعدل الخيارات السريعه، ترتب اماكنها، وحتى تحط الخيارات اللي تهمك وتشيل اللي ما تهمك. بس اللي مزعجني بالقائمة العلوية ومستمرين فيه هو انهم فاصلين التنبيهات، خلوها قائمة واحدة. كل مرة انزل القائمة العلوية عشان اوصل لاعدادات سريعة وتطلع لي التنبيهات، احس الموضوع مستفز. كذلك اضافوا ميزة التقريب بثلاث لمسات على الشاشة، وتقدر تستخدمها في اي مكان في الواجهة، واضافوا بعض الحركات المشابهة. عندك خصائص اضافية مثل امكانية فتح تطبيقين مع بعض، كذلك امكانية تصوير الشاشة من خلال نقر عليها بمفصل اصبعك، او تقدر بمفصل اصبعك ترسم دائرة ومربع على الشاشة عشان تحفظها تشاركها، بس لاحظت انه مو دائما تقبل من اول محاولة. بواجهة هواوي عندك متجر للثيمات، وهذا شيء اتوقع ان الصينيين مستحيل يتخلون عنه. عندك تشكيلة واسعة وجميلة من الثيمات، بعضها مجانية وبعضها مدفوعة. الجهاز يتوفر منه نسخة 3 جيجا بايت رام ونسخة 4 جيجا بايت رام، ونسختي 4 جيجا، وبصراحة الاداء عالي، ولهذا انا انصحك اذا كنت بتشتري الجهاز وانك تحصل على نسخة 4 جيجا بايت رام. اخيرا البطارية هنا هي من اهم مميزات الجهاز، وحجمها 4000 ملي امبير. حسب استخدامي اللي كان اكثر تصفح شبكات اجتماعية وإيميل وما شابه، فأنا تصمد لمدة يوم كامل، بل أنها ممكن تستمر إلى يوم وربع تقريبا، لكني دائما أحب أشحنها بالليل، مع أن بنهاية اليوم راح تلقى عندك بين 20 إلى 30% بالكثير، وبالعموم أشوف أداءها ممتاز. ولا تنسى أن الهاتف يجي معه كفر ذكي أيضا. لا تنسى السبسكرايب عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولايك لهذا الفيديو. مع السلامة.